السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا امبارح كان نهائي بطولة شيكاغو الخلفية، للأسف كان نهائي ما بين اللاعبة التونسية البطلة تأكيد أنس جابر واللاعبة الأسبانية جاربين موجوروزا. اللاعبة الأسبانية كسبت المباراة 6-3 أو 3-6 6-3 6-0. في مباراة من وجهة نظري إن تطوعت اللاعبة التونسية أنس جابر بإهداء اللقب لجاربين موجوروزا. مش هنكر إن أنا متضايق من الهزيمة دي، متضايق من طريقة الهزيمة، لأن جاربين موجوروزا كانت أوت أوف جيم، أوت أوف وين، ما ينفعش تكسب. يعني ما كانش ينفع إن سياق المباراة اللي شافها إنها تكسب بالوضع اللي كانت فيه، ومش قادر أدي أي مبرر لأنس إنها تتغلب بالطريقة دي. والاول يعني عايز اقول حاجه، انا غالبيه الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها عن لعبات التونسيات بيبقى حاضر دايما الشباب والجمهور التونسي اللي بيتفرج على الفيديوهات. انا عايز اقول ان لو كانت بالتاكيد ماهر شريف اللاعبه المصريه في النهائي، انا بالتاكيد مش هبقى متضايق من سياق المباراه، حتى لو مرت بنفس الطريقه اللي مر بيها مباراه أنس وموجوروزا. ليه؟ لان ميار حاليا تصنيفها 74 على العالم، ما عندهاش الاحتكاك القوي بالتصنيفات العاليه دي بنفس التكرار وعدد المباريات اللي بتمر بيها أنس جابر مع المصنفات الاول في التنس. فممكن اقول خضه، ممكن اقول عدم التركيز، ممكن اقول قله الخبره، لكن أنس اوريدي وصلت لدرجه خبره كويسه تتيح ليها انها يعني مش هقول ما تكسبش، لكن ما تمرش بالاداء ده او ما تمرش بالشكل اللي مر بيه في المباراه اللي احنا شفناها امبارح. خصوصا ان انا عندي ملاحظات كبيره جدا او مهمه جدا على أنس جابر. أنس جابر لاعبه بتنتمي للشكل الكلاسيكي للاعبات التنس، ممكن نقول ان هم بيتمتعوا بالقوه البدنيه، الستايل بتاعها عامل زي ستايل لاعبات زي سفيتلانا كوزنيتسوفا، زي مارتينا نافراتيلوفا، زي حتى كونشيتا مارتينيز مدربة موجوروزا امبارح. فالستايل ده في الاداء عنده قدر كبير جدا من القوة والحركة لفت نظري ان أنس اضافة للقوة اللي عندها قدر كبير جدا من المهارة الفنية، وهي تكتيكيا شاطرة، يعني عارفة امتى تلعب الارسال على الجسم، امتى تلعب الارسال على الباك هاند، امتى تلعب الارسال بسلايس، عندها دايما ذكاء في استغلال الحاجات دي. لما تيجي تبص لسياق المجموعه الاولانيه هتلاقي ان أنس جابر كانت ضاغطه موجوروزا بشكل كويس جدا، وفي الكسر الوحيد اللي هي قدرت تاخده حافظت عليه وقدرت ان هي تكمل المجموعه بمنتهى الاريحيه وتكسب 6-3. لما نزلت المجموعه الثانيه كسبانه 1-0 كسرت موجوروزا في اول شوط في المجموعه، بدات الاخطاء تزيد، فكسر ارسالها برضو بشكل عاجل. موجوروزا راحت برضو كسر ارسالها تاني، هنا الفرصة جت مرة تانية، كان المفروض ارفع من مستوايا وارفع من تركيزي وابتدي اسعى ان انا اعمل اللي انا عملته في المجموعة الاولانية واكمل بشكل كويس. برضو خسرت أنس جابر الكسر، حصل كسر ليها تاني وتم التعادل ما بينه وما بين موجوروزا. طيب تقوم تعمل كسر تالت، طب يعني انت عايزه ايه اكتر من كده؟ تيجي تقول لي طب والله يعني يا احمد يعني هو دلوقتي ما هي يعني نهائي ومش نهائي وبرضه بتلعب بطله اولى بطله عرب سابقه واخده بطولتين جراند سلام، فمش عارف ايه. موجوروزا امبارح ما اقدرش اقول ان هي عملت حاجه، هي كانت بره الماتش بره الجيم. انا وانا بتفرج ممكن يكون ده سبب تركيزي مع أنس جابر، لكن اللي انا شايفه ان امبارح جاربين موجوروزا ما عملتش حاجه. جاربين موجوروزا استنت هدايا أنس جابر اللي كانت بدات تمنحها بشكل سخي جدا في المجموعه الثانيه وفي المجموعه الثالثه. يعني بعض يعني مثلا المعلق امبارح اللي بيعلق على المباراه بدا يتكلم عن ان الملاعب الصلبه بتؤثر على اداء، يعني الملاعب الصلبه ما هياش افضل حاجه بتلعب فيها أنس جابر. وارد، وده واضح برضو من نتائجها وهي صغيره، هي كانت
بطلة رولاند جاروس يعني هي اكيد. وطبعا الشكل ده او الستايل ده ستايل اللاعبات اللي بالشكل ده بيبقى دايما افضل على الملاعب الترابيه من الملاعب الصلبه، انا فاهم ده. لكن انا من وجهه نظري امبارح انس جابر فوتت فرصه ذهبيه، اولا للعبه في البطوله الختاميه، ثانيا لوصول التصنيف ال 12. طيب هل اللي هي فيه دلوقتي ما هوش انجاز؟ انجاز 14 على العالم، يعني انت عايز اكتر من كده؟ 14 على العالم، وانا بقول ان انس جابر بالتاكيد او ان شاء الله هتدخل في اول 10. لكن الدخول اول 10، الطموحات الكبيره اللي هي ممكن تحققها، الفوز بجراند سلام زي ما انا بتمنى وزي ما اكيد معظم المشجعين العرب لرياضه التنس بيتمنوا، الكلام ده محتاج شغل مختلف عن اللي هي اشتغلته امبارح بكل المقاييس، شغل مختلف تماما. انا اتمنى ان هي تعيد حساباتها، هي عندها بطوله انديانا ويلز هتلعب فيها، محتاجه ان هي طبعا تاخد اكبر كم من النقط علشان تقدر توصل البطوله الختاميه، ضيعت فرصه من وجهه نظري سهله جدا. اتمنى ان الاخطاء اللي وقعت فيها امبارح ما تقعش فيها تاني. حقيقي انا مش يعني انا مش بنكر انجازها العظيم، ومش بقول ان هي ما انجزتش، ومش بقول ان الاداء اللي وصلته او المكان اللي وصلتها قليله، لكن انا حقيقي كنت عشمان في اكتر من كده، وشايف ان هي ادائها بيقول ان هي عندها اكتر من كده. فنانه حقيقي في لعبات، بالذات مثلا السيت بوينت الاولانيه، دروب شوت اللي عملته، دروب شوت الكره نزلت وبعدين طلعت بره، عبقري، دروب شوت عبقري، عندها فنيات وعندها قدرات تكتيكيه هايله، ما ينفعش ان القدرات دي تنتهي النهايه اللي انتهت عليها امبارح. ده رايي، وارجو ان هي تعيد حساباتها بشكل كبير. لو هي محتاجه تطوير على الناحيه التدريبيه، ان يبقى عندها مدرب افضل شويه علشان يقدر ينقلها من المرحله اللي فيها ويعلى بيها شويه، واي نوت، ايه المشكله؟ لازم تفكر في كده. لكن يعني انا شايف ان احنا يعني قدام فرصه ذهبيه لتحقيق جراند سلام عربي، اعتقد ان لازم هي تحاول وتشتغل وتضغط نفسها اكتر من كده علشان تكمل. على الاقل انا ما بقولش ان هي وعدت ال 30 ما عندهاش امل، دلوقتي بنات بيعدوا 30 وبيجيبوا البطوله دي بمنتهى السهوله، يعني سكافوني جايباوي عندها تقريبا، جايبه رولان جاروس تقريبا الايطاليه جايباوي عندها حاجه و30 وكانت بره ال 20 الاوائل كمان اظن. فلازم يبقى في تفكير عندها في ازاي ان انا اوصل للهدف ده، لازم تحط الهدف ده قدام عينيها. ولو نجحت في انديانا ويلز ان هي توصل او تجيب عدد نقط محترم، بالتاكيد عندها فرصه في البطوله الختاميه، اتمنى لها كل التوفيق من قلبي. بس كده، ما عنديش حاجه تانية اقولها في هذا المنطلق. سلام عليكم.